وأهل العلم معروفون، ما كل من معه شهادة تخرج من كلية، ما كل من حفظ أحاديث أو حفظ آيات، ما كل من قرأ الكتب يكون فقيها. فقهاء معروفون عند الناس، ولكن بعض الناس أو كثير من الناس إنما يريد اللي يصلح له فقط، يدور اللي يصلح له. لو اللي قايله من أجهل الناس أو من أضل الناس حتى، المهم أنه يافق هواه ورغبته. هذا خطر عظيم، ولا سيما في هذا الوقت، إنه قل العلماء، قل الفقهاء، وكثر القراء، كثر القراء وقل الفقهاء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض، إن الله لا يقبض هذا العلم، لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال. وإنما يقبض العلم بموت الأبهام، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نخشى أن يكون بدأ هذا في وقتنا، فعلينا أن نأخذ الحذر والخوف والاحتياط، وأن نختار أهل العلم وأهل الثقة حسب الإمكان، حسب الإمكان وحسب الموجودين. أما العلماء السابقون والأحبار هؤلاء ذهبوا، لكن خير الموجودين، خير الموجودين. اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة الحق والعمل به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.